جوج ثلاثة اكشن. يا دابا كندير لكم واحد انترفيو ما كان كون، شكون كان كون اش كيكون. يا اول حاجة شكون كان كون؟ كان كون كتقتسم جوج شقين، كان صغير، كون بغا يكون في الواقع شي حاجة شخصية، everything. شكون دابا بغينا نهضرو؟ بغيت نهضر على الناس اللي كي سيبورتونا، الناس اللي عزازين لينا من القلب. يا بغيت نقول تحية لأي واحد، لأي جنوي كيبغينا من القلب، لكن لي نفاق بضحكة صفراء لوالو. تحية لكل واحد عاوننا، ما عنده وخا كاع ما عنده باش يعاوننا، لكن عاوننا كلمة زوينة خارجة من القلب. تحية لأي واحد، بنات وولاد الشعب، أي واحد في أي بلاصة مروكو. يا شكون أنا؟ أنا غير مروكو الصون، ولد المغرب، ولد الشعب. بغيت نهضر على داكشي اللي كنعيشو. الموسيقى ديالي كتعبر على الواقع اللي كنعيشو، الواقع الكحل. بهاد الكلمة بنقولها، مهم بنادم ما كيهمنيش اش كيقول عليا حاقد ولا كيقول عليا كاعي، المهم انا اش باغي نكون. فهمت؟ الموسيقى ديالي غادي نوصلها من المغرب للعالم باذن الله، وكل شيء بخاطر الناس اللي كيبغونا. بلاكم ما كنسوا حنا والو، حتى الشيء كامل كنديروه بخاطر الناس اللي كيبغونا، وبغينا البلاد تزيد لقدام. البلاد بغينا تزيد قدام. ملي كننتقد انا البلاد، لا كننتقد شي مسؤول، لا كننتقد شي واحد، الموسيقى ديالي بغيت البلاد تزيد قدام. والمهم القلب بغيت فرقع، مشاكل في صداع الراس، a lot of things كتير بزاف، اطلع ما يتعاود، اطلع ما يتكال. مهم بنادم عندك نيفو، عندك ما تقول، برانشي سير. انا ما كنحسد اي رابور، ما كنحسد اي حد اللي بدير بدع. انا براسي عندي بزاف ديال ابروكسانش، بغيت نشرح عليك غير انت ما غاديش تفهم هادشي. مهم عندي بزاف ديال الحوايج، لكن في الواقع كتلقى راسك مصدوم، حيت اللي ما تلقاش اللي كيعاونك. هذه هي اول حاجه، كدير موسيقى، كدير بيزنس، كدير اي حاجه، في الواقع ما غاديش تلقى شي واحد غادي يوقف معاك وغادي يساعدك. ولا مهم يدرك سيبورت، يعاونك، مهم كيعاونك بشي كلمه زوينه ولا شي حاجه. اكثريه بنادي البنادم باغي غير يطيحك، يتشفى فيك. ملي تطيح ما غاديش تلقى في المغرب اللي يمد لك يدو ويعاونك، قليل قليل قليل. واول حاجه كتشوفها ملي بنادم كيوصل كينسى كيف كان. يا هذه كاينه، وبنادم كلشي متفقين عليه، حيت كثر النفاق في هاد البلاد كتشوفها من اول مسؤول، ممثل برنامالي، ممثل في حزب، كيدخل اول حاجه كيدخل بواحد السياسه بانه غادي كيعيش، كيدير راسو كيعيش لحظه ديال المواطنين. زعما كيقدم لك واحد كيف نقول لها، انت زعما كبحال كتقول عايش المشاكل تاعك. فهمت؟ ملي انت كتقول هذاك المترشح هو اللي يقدر يمثلني، كتمشي تصوت عليه. ملي كتصوت عليه هو كيوصل، ملي كيوصل كينساك انت اللي وصلتو لديك البلاصه. فهمتي؟ كيتبدل كيولي واحد اخر. هذه هي المشكله اللي كاينه عندنا في البلاد. اول حاجه المسؤولين ما كيتحاسبوش، بزاف ديال الشباب كيضيع. اول حاجه كنهضر على المسؤولين الكبار ودوك اللي حاكمين، حتى هما غير نقير والهريد الناب. بهذا المفهوم هريد الناب في البرنامج وداكشي، اصلا انا ما نطيقش هادشي كامل، خرج عليا من داك البوست. فهمتيني؟ مغربي جايب العز اوكس الغربه،
الغربة الغربة. نفكر بزاف انا في الغربة. علاش الغربة؟ في بلادك كتلقى انت واحد حاصل وما كاينش اللي يعتقك في البحر فين غارق، واللي اغلبيه ديال الشباب غارقين فيه، ادمان، مخدرات، بنادم كي كيدلح ما كيلقاش اللي يعاونوه، ما مهم امكانيات، الحاله صعيبه بزاف ديال الحوايج. الله يحسن العوان جميع المسلمين وجميع خوتي الشباب في اي مكان في ماروكو في المغرب، الله يحسن عوانكم، الله يسهل عليكم، الله يسهل على جميع المسلمين. حيت انا كنكون ما كنحسد حتى واحد، قلبي نقي الحمد لله. الموسيقى ديالي غادي تكون موسيقى مهم تاعتي نقيه دوريجين، داكشي كنقدمو بخاطر ولاد بلادي، وكنقدمو حتى تحيه كاع الناس اللي كي يعاونونا. واخا كلمه زوينه كيقولوها فينا زوينه، غادي نقولهم بحال السعيد الدريوش، مهم شحال من واحد، شحال من واحد، المهم هما كتار، فهمت؟ ما مهم قلال ولا كتار، المهم غادي في ماي واحد عرفني ولا ما عرفنيش، انا هو ام سي كنكون ذا لولي كينج اند لوت اوف ثينكس. ياه ايوا، دوروا لينا هاد الشي معكم الخوت، العز ليكم كاملين. هذا الجزء الاول، حيت بغيت ندير واحد انترفيو مهم، بغيت نهضر مع الناس اللي كيبغوني من القلب، كيدوزوا لينا هاد الشي معكم العز.